شهدت 100 زحف أو نحوها، وما في بدني موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رمية، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. كانت تلك آخر كلمات سيف الله المسلول خالد بن الوليد، وهو على فراش الموت تاركا تاريخا بطوليا مشرقا في مسيرة عسكرية لم يهزم فيها قط، ليكون واحدا من خيرة القادة في التاريخ. أسلم خالد بعد صلح الحديبية في الأول من صفر 8 من الهجرة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت أرى لك عقلا رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير. وقد استغفر صلى الله عليه وسلم له وبشره. الإسلام يجب ما قبله، أي يمحو ما كان قبله من الكفر والذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. شارك خالد في غزوة مؤتة مع 3000 مجاهد من جيش المسلمين. اختار النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة للقيادة على أن يخلفه جعفر بن أبي طالب إن قتل، ثم عبد الله بن رواحة إن قتل جعفر. ولما استشهد 3 اختار المسلمون بن الوليد قائدا لهم مستكملا القتال ضد الروم والغساسنة. حارب خالد ببسالة وكسرت في يده يومئذ 9 سيوف، فأثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولقبه بسيف الله المسلول. شارك بعدها في غزوتي حنين وتبوك وأبلى بلاء حسنا، وفي معارك الردة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم تقدم الصفوف يقضي بسيفه على الفتنة، ثم شارك في الحروب ضد الفرس وانتصر في معركة اليرموك، فهزم الروم ودخلت سوريا في الإسلام. وما يزال خالد رافعا سيفه المسلول في مشارق الأرض ومغاربها حتى توفاه الله في 18 من رمضان 21 من الهجرة في حمص بسوريا، وفيها دفن. حزن الفاروق لوفاته حزنا شديدا، وحين طلب منه نهي نساء قريش عن البكاء قال رضي الله عنه: وما على نساء قريش أن يبكين أبا سليمان وقد جعل سلاحه وفرسه في سبيل الله.